معرض سمر بشير عندنا السيارات الامريكيه واليابانيه والكوريه وعندنا مزاد مزاد يا سيارة تجي الحالي من تشيلهم وياهم بالموديلات اللي جاي نشتريها تكون موديل 22 23 24 نشتريها من كول باسي لايك وعندنا طبعا شركه ناسا من امريكا دبي وعندنا شركه سفر من امريكا في مطار واسعار يعني مناسبه ومنافسه عندنا ورش تصليح دبي عندنا توقيت شركه خاصه عن التربيط ورقم ممتاز يعني اذا انت واحد مصر انت واحد شمال انت تعهد فيه موجود متوفر وضماننا ومسوي له مكاتبه هنا بالسياره وعنده سيارات انت جاي محمد بنتك عشان يضرب مالته السنه المصريه اللي فتحنا بها المعرض عندنا قاصد حتى فوق 200 سياره الزبائن والحمد لله بشكل توصل يعني بالقرار عدد يصير بعض الامور تعرف شحن وطرق لا طريق بحري يعني يصير بيتابع يعني ايش قد يكون تمارد يكون شهرين؟ شهرين ولا ثلاثه يعني لا بالزايد لا لا ولا حسك ولايه عيوني انت هاي السيارات الامريكيه وهاي الالمانيه وين كوريا؟ وين كوريا؟ تميز كوريا أبوهم الأمريكي جيمسي أصحابي هاي كان كدلا أصحابي كان كدلا كريم أحباي من مارد زمن مجيئة عبرنا المكاتبات وين؟ أحلى سيارات الله يجعلكم قسم السيارات الأمريكية أو يابانية أو كورية شو اشتهي قلبك؟